فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من سد الذريعة لو علمت أنني إذا بينت لأهل بلدي وهم قبوريون متعصبون، إذا بينت لهم التوحيد وإخلاص العبادة لله سيترتب على ذلك ضرر وهو سب أئمة التوحيد، فهل أتركهم على ما هم عليه؟ لا، بين لهم ولو سبوا أئمة التوحيد، إنما الممنوع سب الله جل وعلا، فيسب الله، أما سب المخلوقين فإثمه عليهم، أنت عليك البلاغ. نعم.